هي رؤيتي كانت كده وخلاص. ف طبعا انا ابتديت لما اول ما كتبت كانت قصص وروايات ومسرحيات وليا 6 مسرحيات اتمثلت على المسرح وروايه طلعت في السينما وحاجات دي. فالى ده الى جانب كل اللي انا بكتبه من المسائل التامليه الاخرى. بعد كده ابتديت اكتب في الاسلاميات بقى حوالي يمكن 15 كتاب. و ف ما اعرفش يعني جيت في لحظه كده بقى عندي 70 كتاب، وكانوا من الكتب الشديده الرواج وايرادها كبير. وفي وقفه كده مع النفس قلت الله، يعني طب وانا في النهايه يعني حابب ربنا بشوية كلام؟ ده أنا كل محصولي من الدنيا شوية كلام. الحكاية دي ضايقتني. أياميها قلت لعبد الوهاب، وكان صديق دايما نتقابل من وقت للتاني، قلت له اسمع بقى ده كلام فاضي، مش معقول أقدر أقابل ربنا بشوية كلام. يعني أنت، قال لي طب وإيه فيها إيه؟ ده اسمه فن. ده اسمه فن. طب ما أنا أقابل ربنا بشوية غنى. إيه يعني؟ قلت له قلت له هتقابله ايه؟ بلاش تبوسني في عيني، البوسه في العين تفرق، ولا هتقول له الدنيا سيجاره وكاس؟ يعني بيني وبينك يا عبد برضه موقفك يعني مش مضمون. وابتدى بينا مساجله مستمره، هو يقول لي وبايمان شديد خطورة الفن، وان الفن شيء بيغير الدنيا، وان الكلمة ممكن ومش عارف ايه اياميها. هقولها دي بعدين. ابتدت تن بقى المساجلات اللي بيننا دي. قلت له طب اسمع، طب يعني ممكن واحد بتاع كورة يقابل ربنا وكل محصوله شوية جوان مثلا، ايه رأيك؟ ايه رأيك فيه؟ او واحد بتاع بياخد الاولمبياد في العقلة والمتوازيين وكل محصوله شوية شقلبظات على العقلة دي، أو واحد ملاكم كل محصوله كامل لكامية وحاجات زي، إيه رأيك في دول مثلا؟ هتقول لي فن، ما هو فن فعل. محمد علي كلاي فنان برضه في شغله، كل واحد فنان. فقلت له لا، شوف بقى في فرق بين أقوال وأعمال. في حاجة اسمها أعمال. قال لي يعني إيه أعمال؟ قلت له يعني إطعام جائع أو كسوة عريان أو كفالة يتيم أو عمل مشروع خدمي ينفع الناس ويبقى صدقة لك بعد موتك، إنك واحد بيموت وبتسعفه، طب هتسعفه بإيه؟ غنوة؟ مش هتنفع الغنوة. فإذا في أعمال وفي أقوال. حتى عندنا في الدين ربنا بيقول يا أهل الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. دليل لأن العمل شيء غير بقى القول. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قولا سديدا هي الحاجات اللي بنكتبها، هي دي الكتب 70 كتاب مثلا، ده على افتراض إنها قول سديد يعني. فيكمل الآية قال لك يصلح لكم أعمالكم، معناها ان القول شيء والعمل شيء تاني. القول ده بيتكلم عن القول السديد، يعني اقوال الحكمه والحاجات دي كلها. فربنا يقول هكافئك بان اصلح اعمالك، يعني في حاجه تانية اسمها اعمال. فالمهم طبعا عبد الوهاب لاخر لحظه كان يقول لا، الفن شيء عظيم وما فيش، ما صحش تشك في الفن. على اي حال طبعا الموقف بتاعي ده خلاني افكر ان انا اعمل حاجه، لان انا مش مقتنع بقى خلاص، ما اقدرش اقابل ربنا بشويه كلام. فده اللي خلاني افكر في المشروعات وفي المسجد اللي عملته ومساله المستشفى والمراكز الطبيه وكل الحاجات دي كانت ورا المسائل دي. اللي كان مدهش فعلا اني لما ابتديت امد ايدي في المشروعات دي، في المسجد اول حاجه لما جيت ابنيه بس لقيت 1000 إيد بتتمد كده، هو من غير ما كل واحد يجي يقول خليني معاك اشركني معاك وفات كده. المهم احنا بقى ايه، جت شادية يميها وجه عبد الوهاب، واثرت بقى القضية بتاعت ايه العمل
وان الفن مش كل حاجه، يعني في حاجه اسمها فن وفي حاجه اسمها عمل، والفن الجيد عند ربنا كويس برضه، والكلمه السديده عند ربنا هيكافئ بيها، لكن في عمل، في حاجه اسمها عمل. وحصل بقى ايه، مساجلات قدام الجمعيه كلها في القاعه بتاعتنا، واصر عبد الوهاب الفن من اول يوم لاخر يوم. فقلت له يا عود، ما اصل انت ما تنساش ان يعني الغنوه اللي بتفرقع، طب ما انت بتقبض ثمنها فور، تليفونات واعجاب وفلوس وبناتي مش عارف ايه يا عود وحب فورا، فيعني ايه بقى انت عاوز كمان تروح في الاخره وتقول كمان عاوز؟ ما انت خدت فوري، انت بتقبض فورا. القبله فوريه، ما في ايه، الدنيا فوريه، فيعني لازم في شيء تاني. الله يرحمه كان شخصية متأملة، ولما كنت أكلمه عن الموت كان يبكي، يبكي بحرقة. ومرة سأل عن الموت هو إيه، فقالوا له هو استدعاء، أمر استدعاء لمقابلة ملك الملوك. فقعد يعيط طول النهار.